الرجاله بتخاف من الجواز، ها؟ ليه؟ الستات بتقول ان الخوف عند الرجاله بيبدا من خوفهم من القايمه، وبينتهي كمان بخوفهم من الطلاق وتداعيات الطلاق ومصاريف الطلاق. والرجاله بيرفضوا الاتهامات دي وبيقولوا يعني يا جبل ما يهزك ريح، احنا شايفين ان الستات مش مشجعيننا على الجواز. الست بتكتب حاجات كتيره جدا في القايمه وهي اصلا مش جايباها، وهي بتطلب فوق طاقه الراجل، ولو ما قدرش بتعتبره مش مسؤول، والست بتحاول تمسك الراجل من ايد اللي بتوجعه ساعه الطلاق بعد الشر يعني، او ساعه الانفصال. لكن في المقابل برضو الستات بترد وبيقولوا صوابعك مش زي بعضها، والرك على اختيارك من الاول. يعني لو انت يا سيدي الفاضل لو اخترت صح من الاول هتبقى الى حد كبير ضامن اللي جاي في الجواز، وحتى لو لا قدر الله حصل طلاق او انفصال هيبقى طلاق محترم، طلاق كده ايه، هين لين. فالنهارده فقرتنا في صالون الرجاله هنتكلم فيها مع ضيوفنا الكرام في ليه الرجاله بتخاف من الجواز. طيب نتعرف على ضيوفنا الاول ونرحب الدكتور محمد عبد المجيد، وهو يعني ضد موضوع القايمه في الجواز لكن مش ضد الجواز، وهو طبيب اسره، ويبقى اشرح لنا برضو بعد اذنك يعني ايه طبيب اسره. وهنرحب كمان بالاستاذ محمد علي، وهو مع فكره الجواز وجاي يدافع عن الفكره وعن المشروع بشكل عام، وهو مدير تسويق. ومعانا الاستاذ احمد علاء الدين، زميل ومراسل تلفزيوني. ومعانا الاستاذ المأذون استاذ محمد ابراهيم. اهلا بيكم معانا ومنورنا. اهلا بيكم. ويعني احنا طبعا الموضوع ده موضوع جدلي جدا يعني ما بين مؤيد ومعارض، بس انا هروح بقى ايه للي شاهد على اللي بيحصل في القصص دي تحديدا. استاذ محمد مأذون، بس مأذون شياكه خالص، مودرن قوي، نص نص. ده فكره جديده ولا مش جديده ولا حاجه؟ بنطلون وتيشيرت. انت بتروح تحضر كاتب الكتاب كده ولا لازم لا 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 لا، مش بلبس الجبه والقفطان، لكن بلبس بنطلون وقميص. بتلبس عادي، حاجه جميله خالص. جميل. سهله اهي. سهله سهله. طيب اكيد انت حضرت جوازات كتير، لكن في كام جوازه باظت على اخر لحظه وكاتب الكتاب باظ وخلاص والناس مشيت والموضوع انتهى على كده بسبب ورقه؟ طب استنى بس امضلنا على دي الاول، طب استنى في قايمه، طب استنى في لا في شرط، طب في ده. هو اصلا يعني من اكتر الحاجات اللي ممكن تبوظ كاتب كتاب في اخر لحظه ان احنا نتفق على الحاجات الماديه على الترابيزه قدام الناس. يعني الكلام ده اخر لحظه، الكلام ده مش وقته هنا، مش طب وقته انت شايفه يعني. يعني لما لو اتكلموا بدري هيقول لك دول ناس ماديين وبيتكلموا بدري قوي، وانا لسه جيت كتبت الكتاب عشان يطلبوا كده. هو مش لازم يعني ماشي، بس هو مش لازم اول ما يروح يتقدم يكلموه في الماديات. لا امتى؟ ومش لازم يسيبوا الموضوع لغايه يعني واحنا قاعدين يعني على الترابيزه قدام الناس. يعني هم عندهم وجهه نظر ان هم كده بيحطوا العريس قدام امر واقع، فهو ما قدموش غير ان هو يمضي. طب ما احنا بنوصل ليه بقى؟ يعني بنوصل كده زكاوه. ما احنا بنوصل ليه؟ بنوصل لواحد عاقل بيعدي الموضوع، وواحد تاني عنده تجارب او سمع تجارب سيئه فبيبوظ الموضوع في اخر وقت فيطلع يجري. لكن احنا الاول نمشي قبليها بايام مثلا، مش ايام ولا حاجه، نمشي بالستبس الطبيعيه. الاول يروح يتعرف عليهم، بعد كده يحصل قبول، بعد كده يتكلموا مع بعض، بعد كده خلاص لما ارتاحوا لبعض والعارف ان هي مناسبه ليه وهو مناسب ليها يبداوا يتكلموا في الحقوق، والحقوق دي حاجه ما تزعلش حد. طب انا بس عايز ارجع تاني لسؤالي معلش، هل في مواقف معينه حصلت قدامك؟ احكي لنا كده تفاصيلها. حصل للاسف. يعني كنت في كاتب كتاب قبل كده وبعدين اسرتين يبدو ان هم متفاهمين، وعريس جميل وعروسه جميله، يعني يبدو ليله حلوه. يعني حقيقه وليله حلوه فعلا، وناس لا هم مثلا من وسط غير الوسط بتاعنا، ولا هم ناس مثلا المستوى الاجتماعي صغير قوي، الطبقه المتوسطه اللي هي فيها معظم الناس يعني. ومع ذلك اختلفوا على حاجه كده، والله يعني للاسف انا محرج اقول بوتاجاز يعني، فاهماني؟ البوتاجاز ساعه كتب الكتاب. ما هو ما احنا سبناه بقى لغايه اخر ثانيه يعني. سبناه كسوف. يعني جت ساعه. طب وهم بيكتبوا كتاب ولسه ما جابوش البوتاجاز؟ لا، في القايمه. هو مش عارف كان باين اربعه يعني شعله، باين هم عايزينه خمسه شعله، دي هي اللي بتخوف. فاختلفوا على الشعله يا عيني. هنقل بقى الاستاذ احمد علاء، عازب وافتخر جدا ومصر. طيب. ولا بس احنا بره الهواء، بس حريمي يعني انتوا فعلا هيفتن عليه. بس احنا بره الهواء، احنا اتفقنا ان انا خلاص هجوزه والعروسه عندي، وهو رجع هو عن الفكره. هو عايز ياخد نسبه ورجع ورجع عن الفكره دي. اقنعته يعني؟ اقنعته خلاص. هو اقتنع. احنا عايزين نشتغل. احنا كان خايف يقعد جنبك. انت هتيجي تقعدنا في البيت بقى ولا ايه؟ انا جيت قلت له هيقعدوا جنبي ليه؟ طب مش حلو. نرجع لسؤال. هو اولا مش هاخد الموضوع مش بشكل شخصي. الراجل متجوز ولا ده دعاء نسائي؟ ده كاذب. لا 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 لا، في
رجاله وانا واصحابي في ناس كتير جدا في عمرنا. انا دلوقتي شهر 5 اللي فات 43 سنه فوتشز. لما حد يجي يقول خدت تجارب عاطفيه اقول لك مثلا من المراهقه من ايام بنت الجيران القصه. لكن ما سبقش ليك الجواز؟ لا لا خالص. هو مش هيكون انت كمان صحابك كده يعني؟ لا مش صحابي كله يعني ناس مختلفين. في ناس اتجوزت وفي ناس انفصلت وفي ناس مستمره وفي جروب احنا السناجل لسه ثابت على ثابتين على المبدا. صاحب شفت صاحب طب ايه السبب بقى؟ سناجل. ما انا عن نفسي مش هتكلم بشكل شخصي ولكن هتكلم بشكل حيادي شويه انه فكره ان الراجل يخاف دي حقيقه. طب انا مقتدر ماديا ما عنديش اي مشاكل ماديه ما عنديش خوف من القايمه يعني انتوا يمكن هتكلموا شويه في حاجات ماديه كتيره انا بره هذه القصه. انا عندي مشاكل عاطفيه سيكولوجيه. طب ومين اللي قال ان انا الشخصيه دي مش هتخذلني او انا هكون قد المسؤوليه؟ يعني في افكار انسانيه اكثر قيمه عندي من بوتاجاز خمسه شعل. انت مش خايف انت واخد قرار؟ لا طبعا. بالتجارب هل شفت تجارب انفصال كانت مؤلمه بالنسبه لك فبالتالي انت ما عندكش استعداد تكرر التجربه؟ والدي والدتي منفصلين. اخويا الوحيد منفصل. كل بنات العيله منفصلين. انا الوحيد اللي بيستنوني هنفرح بيك امتى؟ انا بقول لهم هنفرح فيك شيلوا شيلوا الفرحه دي. الاستاذ احمد بيعبر عن شريحه كبيره جدا من كتير من الرجاله اللي خايفين يتجوزوا. مشاكل عاطفيه نفسيه ليها كل الاحتمالات طبعا. ملهاش علاقه بالفلوس. بس اخرتهم ساعات يعني هي مش حاجه ماديه. انت قلت ان ليها علاقه بمشاعرك النفسيه والعاطفيه وتجربه يمكن الوالد والوالده والحاجات دي كلها والبيئه المحيطه. ساعات بتنتهي الجوازه برضو عايزه اقول لك. بس ما انا لو انا اتفضل. لا ما انا برضو لو اشتغلت انا ممكن اترفض ولو شريت بنطلون ممكن يتقطع ولو لبست تيشرت ممكن يتبقع يعني هجيب تيشرت جديد. دي اقدار. لا شو هو خد الموضوع برضو حاجات ملموسه. هجيب تيشرت جديد. انا مش هقدر اجرح انسانه ولا اكون اخذلها ولا هي تخذلني ولا اكون سبب في وجود طفل يتمرمط زي ما انا اتمرمطت. الاخوه متجوزين انا عاوزاهم هما يمكن اللي يردوا عليك في حته زي دي. دلوقتي استاذ احمد تخوفه كله نفسي لا يحسن يفشل. انا مش هتجوز انا مش هروح بطياره بلد ثانيه احسن الطياره تقع. طب تردوا عليه تقولوا له ايه او حضرتك ترد عليه تقول له ايه كطبيب اسره؟ هو اولا الموضوع اصلا من الاول انا لازم ابقى انا قبل ما اقبل على الجواز ابقى انا عارف اصلا انا محتاج اتجوز ليه. هو مش عاوز يتجوز اصلا. ما هو عشان هو خايف من حاجات معينه زي ما الاستاذ محمد قال. هي الحاجات دي ممكن تحصل في اي حاجه. طب ممكن اقول لك نوت صغيره بس وانت تكمل بحكم اختصاصك. ماشي. في الاول ما كانش عندي هذا التخوف. طبيعي زي اي شاب مراهق حب بنت الجيران والجامعه والعلاقات العاطفيه الطبيعيه تبتدي. ما كانش عندي هاجس ان انا لازم اتجوز بس مؤمن بالحب التايتانيكي قوي يعني. فبالتالي انا مستني قصه الحب تيجي مهما كان شكلها مهما كان جسمها. ما عنديش ولا مره بقصه حب ما لطشتش في لا اي واحده حبيتها. مؤمن بهذا الحب وحصل. يبقى احنا كده مسكنا اول مشكله. يعني كوني حبيت انا وناس ثانيه يعني حلو. تعالى بقى تعالى استنى بس تمام عشان الكادر بقى ما تجيش قوي يعني. اللي انت حبيتها دي ما كملتش المشوار معاها ليه؟ يعني جيت في لحظه قلت لها لا بصي يا بنت الناس انا بحبك وكل حاجه بس انا مش عاوزه اتجوز. لا الشخصيه الوحيده اللي كنت ناوي اكمل معاها لاسباب دينيه. كنا دينين مختلفين. فكان عندي يعني عندي حاجز غصبا عني وعنها. فبالتالي هذا الحب لم يكتمل. ده خلاص شيء قدري. بالظبط. طيب منى انت عندك سؤال؟ عايزه استاذ محمد شايف فكره القايمه والتفاصيل اللي الناس بتتكلم فيها ساعات كاتب الكتاب دي صح ولا نتفق عليها من الاول وما نزعلش ولا مفيش حاجه بتضمن الراجل لو هو مش عايز يكمل الجوازه لو هو اصلا ما عندوش خلق ودين؟ لا هو المفروض اصلا الحاجات دي انا من وجهه نظري ان احنا متفق عليها من الاول. يعني مش وقته خالص ان انا اجي قبل كتب الكتاب او قبل الفرح خلاص وبعد مثلا اكون خطبتها مثلا سنه او سنه ونص او سنتين وانا اتعلقت بيها وهي اتعلقت بيا وحصل بينا اي تواصل باي شكل ما وفجاه ان احنا نبوظ الموضوع على حاجه صغيره. احنا المفروض انا زي ما الاستاذ محمد قال احنا بنقعد بنتفق. انا مش ضد القايمه ولا مع القايمه انا مع الاتفاق. انت عملت كده؟ انا كتبت قايمه. انا كتبت قايمه. حمايه كان عايز نكتب قايمه وكتبت قايمه. ما اتضايقتش من طلبه؟ لا هو طلب هو طلب حاجات عاديه. ما طلبش حاجه يعني حتى لو انا حتى برضو انا من الاول اصلا كان عندي وجهه نظر. انا هستفيد ايه بالفلوس؟ طب يعني لو كان قال لك مثلا في القايمه اكتب كذا واكتب كذا والحاجات دي ما جاتش اصلا او ذهب مثلا زياده عن الحاجات الفعليه اللي هو تأمينية. هو ده حقيقي حصل ومضيت عليها. بس هو لما طلب ان نكتب الحاجه كتب في الحاجات بالاسعار العاديه المعقوله الموجوده. يعني مثلا احنا كان في حاجات معينه مثلا اخرناها شويه عشان كانت الحاجات ديت مش محتاجينها دلوقتي. وعادي احنا كتبتوها في لما هو قال لي هنكتب كذا قلت له لا بصراحه بس قول بصراحه. لا والله بتكلم جد. ما اتضايقتش؟ لا ما اتضايقتش. اتضايق ليه؟ انا اصلا في الاول انا زوجتي الحمد لله لما اتقدمت لها وانا خطبتها سنتين. طول السنتين انا مش الهدف ان انا اتجوز وخلاص. لا انا بحاول انا بعرفها طبعي الاول وفاهمها نفسي كويس قوي. حب ولا صالونات؟
يعني هو حاجه بين الاثنين كده. يا سلام، دي عامله ازاي؟ دي اللي بيجي بعدين باحترام. لا انا قابلتها انا 50 وب 50 يعني. لا انا قابلتها مره كانت مع نص ساعه. ايوه. بعدين ما اعرفش عنها حاجه خالص. بعدين صدفة. كان لا كنا في قافله طبيه وكلمت معاها نص ساعه. وبعدين بصوا برضو يا جماعه جواز الدكاتره كده قافله طبيه يعني. وبعدين يعني لما سالت زمايلي عليها اللي شغالين معاها يعني الدكاتره زمايلي قالوا لي لا ولاء كويسه. خدت قرار الجواز في يومين في ترويه. بعد يومين قررت ان انا اتقدم لها. كلمت باباها نص ساعه ويومين. لا بس اتخطبوا سنتين. لا لحظه، هو قال كده. اصبري حضرتك، خطوه الجواز والقرار خدوا بعد نص ساعه ويومين. ما هو ده القبول. عشان اللي قعد واحد بقاله خمس سنين يجي يقابل اهلها. انا ما كنتش قلقان من حاجه، انا كانت نيتي من الاول ان انا اللي هتجوزها انا هراعيها وهاخد بالي منها زي ما انا باخد بالي من اخواتي البنات. الله. واللي مش هقبله عليها لو كنت فكر بالطريقه دي مش هيبقى فيه مشاكل خالص. وانا كنت عارف كويس قوي، انا مريت بظروف معينه كنت عارف يعني ايه مسؤوليه. ان انا كنت حصل ظروف كده معينه، والدي ووالدتي توفوا. فكنت معايا اختي البنت الصغيره، كان اختي مها كان عندها 11 سنه، انا يعني كنت انا واخواتي البنات ربيناها يعني. الله. فكان في مسؤوليه، وكنت عارف يعني ايه ان انا مثلا يبقى في مثلا شويه مشاكل في الفلوس، يعني ايه شويه مشاكل مثلا ان في طفله او حاجه محتاجه انها تروح مدرسه وناخد بالنا منها. فانا كنت فاهم ان الموضوع هو موضوع مش داخل انبسط وخلاص. صحيح. لا هو الموضوع في حاجات كويسه. معلش انا عايزه في نفس الوقت ما قلقتش من فكره انه هنزود حاجات في القايمه، اللي هي الحاجات اللي ما جابش يمكن عايزينها بعدين. حسيت انه تمام، ما قلقتش، ما جبتش خطوه ورا. انا بصراحه نفسيا كان عندي كده احساس جوايا وقناعه ان البنت دي بنت كويسه. وانا هنعيش مع بعض حياه كويسه. تمام. فده مش هنحتاجه. انا عايزه بقى ايه تجربه المأذون شخصيا. انت بقى لما جيت تتجوز مين كده بقى شغل بقى ايه؟ هو عامل تعليق على كلام الاستاذ محمد. انا بس عايزه اقول حاجه يا دكتور عليها. بس الاول يعني خدوا دي بضمان المأذون. هو انسان مسؤول، اتربى ان هو مسؤول. انا بقول للناس والله انا كنت هعيط وهو بيحكي. انا بقول للناس الكلام ده بختم المأذون. الرجل علي. المسؤول كنز طبعا، والمراه العفيفه كنز. لو توفر والله العظيم لو توفر ليك ان جوزك ده انسان مسؤول ما تبصيش لحاجه تاني. صح. لان كلنا بنغلط والخلافات موجوده. لو توفر ليك ان في امراه بتصونك وعفيفه اوعى تفرط فيها. والمسؤول ده لو حبها هيكرمها، المسؤول ده مش هيظلمها. المسؤول ده عارف هو بيعمل ايه. هو مش دي مساله بتبقى من البيت والتربيه. يعني اذا التربيه غلط من الاساس الانسان بيبقى انسان مستهتر عموما، ما عندوش احساس بالمسؤوليه عموما في حياته مش بس في الجواز. بس انا عايز ارجع تاني لتجربتك انت كمأذون وشغل المعلم لنفسه بقى. طيب انا يعني انا لازم بس اوضح نقطه الا وهي ايه. هي النقطه ان احنا بس تسميتنا لجواز الصالونات باسم الصالونات هو ظلم النوعيه دي من الجواز. صح. احنا لو سمينا جواز الصالونات الزواج عن دراسه وعقل وتمعن، وسمينا الجواز عن حب الزواج الهوائي، هتلاقي الناس بتهرب من الجواز الهوائي عشان ما تقولش انا اتجوزت جواز هوائي، وتروح لجواز التمعن والفكر والكلام ده. انا اتجوزت ازاي؟ انا اتجوزت عن طريق اختي حبيبة قلبي، مع مش بعرف أقول أختي لما أقول لها بحبك يعني، رشحت لي زوجتي، وده كان أجمل حاجة حصلت لي في حياتي، وازداد حبي لأختي. هي كانت صاحبتها؟ كانت صاحبتها. وازداد حبي لأختي بقى فوق المحبين حبا يعني، لأنها رشحت لي زوجتي دي، والحمد لله إحنا بقى لنا 16 سنة متجوزين. ما شاء الله. فلما رشحتها لي رحت شفتها فحبيتها من أول نظرة. هو لازم يكون صالونات. بس خطفت بدري يا محمد، من 16 سنة يعني كنت قد إيه؟ كان عندي 26 سنة. لا أنا كبير بس أنا اللي شكلي كده. عشان كده الفكرة ما رحتش وتيجي زي الأستاذ علاء. يلا أستاذ أحمد بيأجل طول ما الوقت بيعدي. أنا عايزة أروح للأستاذ محمد الصامت. صامت ليه؟ أنا عاوز أسمع. أنا بسمع بسمع تعليقاتك على الأفكار اللي إحنا قلناها، إن في رجالة بتخاف في الجواز واخد القرار زي الاستاذ احمد، وفي ما شاء الله يعني ما شاء الله نمسك الخشب كده ناس مسؤوله من نص ساعه خد القرار بعدها بيومين. انا متجوز بقى لي 24 سنه. انت بقى عملت ايه؟ 24 ساعه؟ ما شاء الله 24 سنه. سنه ما شاء الله. انا متجوز بقى لي 24 سنه، وكنت اعرف مراتي قبل ما اخطبها سنتين. هي كانت زميله اخويا في الجامعه، تعرفنا على بعض وجت العلاقه من هنا، وبعد كده اتخطبنا سنتين واتجوزنا، و ما حدش طلب مني قايمه. ما كانش في قايمه ولا عندك تخوفات؟ ولا كان عندي تخوف. انا كنت عايز ابني اسره. وبنتك 19 سنه ما شاء الله. بنتي 19 سنه وابني لا. ليه؟ عشان انا عايز حد يصونها، مش حد يديها يعني يكتب لها فلوس. لان مهما كان كتب لها
ومهما كان اداها من ملايين الدنيا ولا لحظه تعاسه ممكن تساوي كل الكلام ده. طب بس تيجي مامتها تقول لك لا، طيب ما البنت مامتها فعلا البنت، هي مامتها للظروف الحياتيه اللي احنا بنعيشها حاليا عندها تخوفات، عايزه تطمن، ولكن هي برضو عندها مبدا ان هي كل حاجه تكتب بما يرضي الله، بمعنى اللي يجيب بس ولد وبنت. ايوه مش كده يعني، البنت كده. طب الولد اكبر، هو يوسف اكبر حاجه 20 سنه 23 سنه ما شاء الله. لو فكر هو يتجوز وطلبوا منه ان يعمل كده، تعمل وتقول اه اعمل اكتب كل حاجه؟ لان انا عارف ان ابني هيصون البنت اللي هو هياخدها، لان احنا مربيينه على كده، احنا مربيينه على تحمل المسؤوليه من هو صغير. ولكن يختار بقى صح، يقعد يعني حضرتك مع الخطوبه لقد ايه؟ ملهاش وقت معين، ولكن على حسب هم يعني، هل هو جواز صالونات زي ما احنا بنتكلم، ولا هم يعرفوا بعض قبل كده، فلازم برضو يدوا لنفسهم فترة تعارف علشان ما يحصلش خلافات فيما بعد. لازم مش واحدة وواحد، في أسرتين، في أسرتين بيتجوزوا بعض، لأن أنا ممكن أبقى معجب بواحدة بس هي اجتماعيا مش مناسبة لي، أو أنا اجتماعيا مش مناسب ليها، فلازم يبقوا الأسرتين اجتماعيا مناسبين لبعض علشان ما يحصلش الخلافات اللي احنا بنشوفها الايام دي، وعدم تحمل المسؤوليه من الولاد الصغيرين اللي بيتجوزوا صغير دلوقتي 23 و24 وبعد كده تلاقي في ناس اتجوزت شهر وشهرين وسته وسنه وبيتطلقوا. صحيح. طب ليه؟ محمد انت قلت جمله حلوه جدا، انا مش عايزه اقطعك بس عشان معانا مأذون ودي حدث نادر، قلت لازم الاسرتين يكونوا متوافقين ومتفاهمين، وانا بشوف ان في جوازات كتيره بتبوظ، الراجل والست زي الفل بس الاسرتين بوظوا الجوازه. بيحصل؟ بيحصل طبعا، بس ما هو هو ده هياخدنا لفكره ايه بقى، فكره موضوع جواز الصالونات. هو انا الصح ان انا اقابل حد فيخطفني فاحبه؟ استاذنك لحظه، اتفضل. احنا لايف يا جماعه لسه سامعه، فاللي عنده بقى اي اسئله بخصوص موضوع الجواز والقايمه والرجاله بتخاف من الجواز ولا لا، والستات طلباتها اوفر ولا لا، ايا كان اسئله الفقره دي احنا بنسمعها منكم خلال الفقره. اتفضل. انا اسف. فهي الفكره كلها اني انا عايز ابقى ماشي في الشارع فقابل حد فيخطفني فاحبه فاروح اتقدم له، ولا ما يسميه بجواز الصالونات؟ دايما حصل معاك كده. اني انا لا انا انا انا, أنا خليني اقول لك، انا مش بحب شخصا امرأة، بس اقول لك هو اللي حصل بالظبط ايه. انا اختي اتعرفت على مراتي في يوم، اليوم اللي اتعرفت عليها فيه، انا فاكر يعني الصوره قدامي كده، اللي اتعرفت عليها فيه هي نزلت من عندهم عملت لي كده بالظبط، قالت لي انا هجوزك البنت دي. الله. انا بس فهمك القبول لما بيحصل محدش بيعرف يقف قدامه. انا بقى لما رحت اتقدمت فانا نزلت برضو قلت انا هجوز البنت دي. احنا لما كناش اتجوزتها وانا هنزعل قوي على فكره. انا كنت هزعل جدا جدا. لا ده بيبقى رزق وبيبقى نصيب حقيقي. الراجل كويس رزق والست كويسه رزق، بس اكيد انت من واقع تجربتك في الحياه وشغلك اكيد انه النهارده هتطلع علينا بشويه نصايح تقول لنا يا جماعه بلاش تعملوا واحد اتنين تلاته عشان ده تجاوز، وانتوا كده بتصعبوا الامور، وكده انتوا ممكن تتسببوا في ان انتوا تقطعوا رزق ربنا كان عايز يوصله. يعني اول حاجه التوافق الاجتماعي. طبعا انت قلتي كلمه كويسه جدا، هي ايه؟ هي ان الجواز ده رزق، ممكن اخد بكل الاسباب وابتلى في جوازي، يعني ده وارد، ما هو ابتلاء زي اي ابتلاء. صحيح. فاول حاجه ان ده رزق من عند ربنا، فانا ادعي ربنا عز وجل ان هو يرزقني بالزوجه الصالحه، وهي تدعي ان ربنا يرزقها بالزوج الصالح. رقم اتنين لازم ادور على التوافق، التوافق الاجتماعي بيني وبينها، بين اسرتي وبين اسرتها، لكن لازم برضو نفهم ان الاسرتين مش بيتجوزوا بعض. يعني لازم التوافق ده يكون سام هاو موجود، ما يبقاش ده من خلفيه وده من خلفيه تانية. لكن ده بيعمل مشاكل بعد كده. بيعمل مشاكل طبعا. لكن يكون في توافق. اما التوافق الكامل بقى او التام اللي انا ادور فيه كويس قوي، هو التوافق بيني وبينها، من غير ما نغالي في الاختيار، ما نغالي في التفكير والتمعن، لان ده بيوصل ناس لانها بتوصل ل 35 و 37 و 40 سنه. انا اقصد التجاوز اللي ممكن يحصل. لا ما هو ده 40 مش ليا خالص. ما هو ده اللي يحصل ساعه كتب الكتاب ده، يبقى ناس ما دوروش من الاول، هم من خلفيات مختلفه، فهتلاقيهم يعني مش عارفه. يعني في حد من الاهل اقصد ايه عايز يجي فجاه عايز يحط التاتش بتاعه في كتب الكتاب، اثبات حضور، اثبات وضع، تامين مثلا حاجه معينه. يعني كل ده بيحصل. عايزك تنصح ان بلاش نعمل ده. هو كل ده بيحصل، بس لازم يظهر حد عاقل يحتوي الموضوع. يعني يلم الليلة. طيب. انا في مره كنت في كاتب كتاب، فاحنا لازم في كاتب الكتاب بنسال المؤخر كام، لان انا لو جاي عن طريق الزوج فلازم اتاكد من من ولي الزوجه المؤخر كام، ولازم نسال الزوجه سبق ليها الزواج ولا لا، لازم نسال الولي يعني. فانا بسال الولي بقول له سبق ليها الزواج، هو اتضايق قوي يعني، زعل من السؤال يعني، قال لي يعني ايه يا فندم السؤال ده؟ قلت له ده سؤال عادي.
عادي على فكره. انا بقى لي 14 سنه بساله. قال لي ده عندها 26 سنه يا فندم، يعني ازاي سبق ليها الزواج يعني؟ فقلت له انا عايز اقول له انا مطلع ناس عندهم 20 سنه. طيب عايز اروح لاحمد وبلاش نشخصن المساله عليك. تمام. انت ايه اللي مخليك واخد القرار ده بما انك بتشوف حواليك ناس بتفشل الطلاق المبكر، ولا اللي بيقعدوا قبل 24 سنه او 25 سنه بعدين بيتطلقوا؟ شايف الدنيا مقفوله؟ انا مش هقول عليا انا، بس هقول لك حتى انا يعني لما قالوا لي ان انا هاجي فسالت اصحابي يعني عارف اللي هو تو ذا بوينت، وادي احمد انت ما اتجوزتش ليه؟ محمد انت ما اتجوزتش ليه؟ انا عايز ردكم. فمن ضمن الامثله اللي سالت عزاب زيك؟ انا اصحابي انا عارف اسبابه. انا ليا مر بتجربه. لا انا ليا اسبابي، واسبابي نوعا ما اسريه، خلفيه اسريه مدمره تقريبا. فانا واخد قرار او كنت احلم ان انا اعوض هذا الشيء، لما ما اتعوضش رفضت بقى. مش هاخد التجربه عشان الفشل. ولكن في المجمل الزواج الشرقي هو عامل زي اتحاد ملاك عماره كده. الراجل بيتعامل مع البنت على انها شقه جديده رشه دواخل، ما اعرفش مين مشطبها، مين مش عارف ايه بكام. انتوا لاحظتوا انه كام وقت من الحلقه انتوا قعدتوا؟ انت فاهم انت بتقول ايه؟ وقعد مع ثلاث ستات. انتوا كستات اتكلمتوا قد ايه؟ اتكلمتوا قد ايه؟ القايمه انا سالتكم انتوا كستات. الست المأذون محمد بيه قال لك الاختيار وال تمام، ما عنديش مشكله والتوافق. انتوا اتكلمتوا في القايمه قبل ايه؟ الجزء الزواج الشرطي. الزواج الشرطي بمعنى ايه؟ انا مش فاهم. ادخل على اللايف شوف كام سؤال وكام تعليق جاي فقط على موضوع القايمه من رجاله ومن ستات. يبقى الموضوع مادي، مش الموضوع مش ان انا حبيت واتحبيت. هقول لك الموضوع ايه من تعليقات الناس. بتقول لك نصيحه، القايمه بقت قله ادب عشان يجبروا الراجل ما يسيبش بنتهم لو طلعت زفت. ادي راي. الراي الثاني بيقول لك ما هو هل تسهيل الاجراءات الجواز زياده عن اللازم مش بيبوظ الجواز او يحسسهم انها رخيصه؟ كلام من ايات ومن نجله وفي كتير، فهو مش راينا احنا. دي ازمه بتوقف جوازات كتير. الاهالي خايفين على بنتهم من اللي بيسمعوه، والراجل بيبقى خايف برضه على نفسه من اللي بيسمعه. طب وانا اسف، البروبوزل اللي بتشوفه في الافلام الاجنبي وديو ماري مي وينزل على ركبته ولا اهلها ولا لا دي عادات غربيه بين المستهجنه بتحصل دلوقتي عندنا. تمام، بس لا خالتها بتتدخل ولا اصل احنا هنجيب دهب باكتر. التفاصيل اللي عندنا كمجتمع شرقي ده لود على 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 اي راجل اصلا. نتيجه العادات الغربيه دي ايه؟ ان هو تقريبا دلوقتي هم ما فيش جواز، ما فيش حاجه، واي جوازه ما بتكملش لسه غير دعوات مش عارفه ايه. طبعا غير الحاجات، غير العيال الكتير اللي بيترموا في الملاجئ. طيب انا عايز اقول حاجه. احنا مبدئيا بنناقش افكار، يعني ايه؟ احنا مش بنشخصن الموضوع خالص، فاحنا بنناقش فكره عشان ده هيديني مساحه ان اتكلم براحتي من غير ما استاذ احمد يزعل، وهو بيناقش فكره فده يديني مساحه ان هو يتكلم براحته. احنا نعرف الفكره دي صح ولا غلط ازاي؟ تعالوا نعمم الفكره. يعني تعالوا نقول فكرة الجواز ونعممها، فالناس كلها تتجوز، فالناس تتكاثر وتتناسل، والمجتمع يكبر ويبقى فيه ناس ناجحة. دي فكرة عممناها. طب لو احنا عممنا فكرة عدم الجواز هنوصل ليه؟ أنا معاك. احنا بكرة على دول على دول. احنا بكرة ما هي ما هي لو فتنا في الأرض ما هو ما هو لو ما هي لو هي لو الفكرة أنت متبنيها صح تعالى نعممها. تعالى أنا موافق، تعالى يلا النهاردة نقول احنا هنجرب ده لمدة 10 سنين. 10 سنين هنعمم فكرة عدم الجواز. فهنوصل لإيه؟ لازم انا عايز لازم الناس كلها تعمل نفس الشيء. طبعا انا عايز ارجع بس استاذ محمد لفكره القايمه. يعني انا دايما عندي وجهه نظر، الناس اللي بتقعد تكتب القايمه وكم دولاب وكم نيش وده، انت في الاخر مأمن الراجل على بنتك اللي هي حته منك وممكن يكون ما عندكش غيرها، مش مأمنه على شويه خشب. وفي نفس الوقت هل القايمه دي هل دي اصول مصريه يعني مثلا، ولا هي من الدين في شيء، ولا لانه بيحصل بيها مهازل بعد كده في اول خناقه تبص تلاقي ان هي راحت جايبه عربيه لما عفشها وماشيه وتعمله تتهمه بتبديد قايمه ويتحبس الراجل. طب اولا لازم نقول قاعده احنا اتفقنا عليها بره احنا الثلاثه، الا وهي ايه؟ ان القايمه ومؤخر الصداق وكل الحقوق الماديه ما بتكفلش حياه سعيده. تيسير كاتبه بتقول مفيش ضمانه. بتقول زي ما بتقول بالظبط، الست لو كارهه بتسيب القايمه والمؤخر وكل حاجه وتطلع من الضمانه الوحيده هي الاخلاق. طيب ده كده موضوع. الموضوع الثاني بقى، هي القايمه دي موقفها ايه من العرف ومن الشرع؟ ايه هي القايمه؟ اولا القايمه دي هي مقدم صداق المراه. انا كاتب قايمه وهكتب لبنتي قايمه الا ان يقول لي يا حمايا العزيز انا هجيب كل العفش وهديها مؤخر صداق في ايديها فمش هكتب قايمه. او نجيب العفش بالنص، انا مش هقدر اجيب العفش كله، نجيب العفش بالنص لكن انا هديها مقدم صداق، او هكتب مؤخر صداق كبير. ففي الحالة مش هكتب قايمه، لكن المهر واجب من واجبات الزواج. مزبوط. طب انت ما اديتهاش مهر ومش عايز اللي انت جبته بفلوسك يبقى مهرها. طب
طب فين المهر؟ فين فين فالتمسوا لها ولو ختم من حديد؟ وقتهن مهورهن، يعني ده ركن اساسي من الزواج، واجب من واجبات الزواج طبعا. فهي القايمه دي اتفضلي. لا بس انا بقول ان انت شخصيا قلت هتكتب لبنتك قايمه، تكتب لها قايمه طبعا او يجيب العفش كله ويديها مهر ما تكتبش حاجه. اه في ثلاث او اجيب معاه العفش بنص ويكتب لها مؤخر صداقه. طب هل ده يكفل حياتها السعيده؟ لا مش هيكفل حياتها السعيده، لكن ده هيبقى عوض ليها لا قدر الله لو حصل حاجه، مش حاجه تعوضها عن الانفصال، لكن هيبقى عوض ليها. هو ربنا اللي قال كده، قال هو يعني ده في الشرع، بما استحللتم من فروجهن لهن المهر، بما استحللتم من فروجهن، ده الشرع. فده هيكفل لها عوض ليها من جانب، ومن جانب تاني القايمه والمؤخر والكلام ده احيانا بفرمل الزوج. احنا ليه هنقعد نقول المؤخر ده المفروض ان هو الزوج بيدفعه على حياه عينه المفروض الناس ده الله يفتح عليه، وبعدين وحتى لو توفى الناس فاكره ان المؤخر ده زي ما الناس فاكره. لا دين. طبعا ده لا هو ده دين عليه، حتى لو توفى بيتشال من الميراث ويتوزع بعد كده، بيتاخد من الميراث قبل ما يوزعه. ما ده اللي انا لسه بقوله. خلينا نقول بقى من الحاجات اللي بتاخر الجواز برده، هنسمعكم حسام سليمان على الصفحه بيقول انا كنت ماشي في مشروع جواز وانهيت العلاقه قبل الخطوبه عشان بتطلب ان انا اكتب الشقه باسمها. دي من الحاجات برضو اللي بتخلي الشباب يعني ده انتوا لسه كده بقى. احنا دخلنا زي ما احنا بيقول دخلنا في الناحيه الماديه، عايزه شقه ويكتبها باسمها. طبعا طالما الطلب ده طلب ان افيلبل يعني، او طلب مش منطقي يعني، يبقى احنا كده دخلنا في ان انا متقدم لحد مادي. ففتره الخطوبه هي بينت له ان ده حد مادي، فاهماني؟ ده الهدف من الزواج بقى، مش ان احنا هو بالزبط. احمد انا ممكن بقى اوجه له هو الرساله اللي جت او جزء من الرساله اللي جت بالظبط، بتقول لك انا لا طبعا كتب لي مؤخر ولا مهر ولا قايمه وطلقني وسابني على الحديده وخد كل حاجه، ما خدش حاجه من حقوقي. طب ما هو الراجل هنا بقى، ده الست اللي تخاف مش الراجل من الجواز. انا مشكلتي معاكم دايما ايه الحاجات المادي بتقول بس. وفي واحده بتقول هو في رجاله في مصر بتدفع مهر؟ كام واحد يدفع مهر؟ يعني تعليق الستات على الصفحه يكتب مؤخر صداقه زي استاذ محمد، يكتب مؤخر صداقه يعني. بيكتبوا 7 جنيه و11 جنيه لا حاجة. ليه بقى؟ ما هو مش هيدفع، هو يكتب مؤخر صداقه. يكتب مؤخر صداقه طبعا، يكتب مؤخر صداقه طبعا في الحاجه مع بعض وخلاص، بنص يشتركوا في الحاجه ويكتب مؤخر صداقه. مشكلتي برضو معاكم في الحلقه دي كلها الستات والرجاله، انه بتتكلموا في الماديات اكتر من العواطف. هي دي حاله خزلان يعني، هي اذا انت لقيت الانسانه اللي تحبها تتجوز مش رافض المبدا. ممكن انا ما اقدرش افتي واقول انه كومبليتلي، بس حتى انا بالعقل انا عمري 43 سنه لو اتجوزت بكره حامل 9 اشهر يعني على 45 هبتدي اخلق. طب يعني هو انت ضامن ساعه يا فندم؟ انا بتكلم انا بس انا بس عايز اوضح نقطه، انا عايز اوضح نقطه الا وهي ان احنا فانا رفضت الفكره تمام، مش هظلم حد معايا، مش هظلم بنت معايا، ما عنديش الطاقه الجسديه ولا الفكريه ان انا اجري ورا عيل. طب انا عندي ليك فكره كويسه، انا افترض واحده عندي عروسه ولا حاجه، لا عايز شفت بصوا انتبه ازاي. طب نفترض فعلا واحده جت، وعلى فكره مش عيب ومش حرام ان هي واحده عايزه تتجوز يعني على سنه الله ورسوله مش حاجه، وجت قالت لك على فكره انا معجبه بيك وانا عاوزه اتجوزك، هتقول لها لا انا مش عايزه اتجوز؟ بقى لها 11 سنه ازاي يعني؟ يعني الواقع دي موجوده حقيقي في حياتي يعني؟ موجوده بقى لها 11 سنه بتقول لك عايزه اتجوزك؟ يا ربنا يصبرك، انا ما اعرفش انت ازاي مش مقتنعه. احنا اخوات صحاب، ربنا يسامحك مش يصبرها، ربنا يسامحك. انا عايزه اتجوز، انا عايزه قاعده لحد دلوقتي. الزواج اسمى بكتير من المواضيع الماديه والقايمه، لكن هو ده موضوع الحلقه. موضوع الحلقه بنتكلم على القايمه والناس ليه بتخاف من القايمه. لا لكن انت عايزني اكلمك عن الزواج، ده جزء من موضوع الحلقه. انا ليه ست زي الفل على كلامك وقاعده مستنيه وصابره، انت مش عايز تتجوزها ليه؟ مش عايز ليه؟ وانا بقولها انت بتظلمي نفسك يعني، هو في الاخر هي زميله واخت وصديقه، ما بتحبهاش يعني؟ مفيش اي عاطفه. انا بقول لك الفكره عندي عاطفيه، انتوا الفكره عندكم ماديه. ليه؟ انتوا متفقين هي العاطفه غالبا بتيجي يعني قبل الجواز وبعد الجواز وبتكبر، وممكن ما يبقاش في حاجه ونبقى عادي ومتفاهمين ونحب بعض عادي جدا 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 بعد الجواز، لان هو قبل الجواز حاجه خالص. يعني ليا تعليق بس على الاستاذ احمد، هو قال حاجه معلش اعذرني، اتفضل. هو لو حضرتك كنت متجوز وحصل حمل وانت حضرتك في السن ده تمام دلوقتي، كان هيحصل ايه؟ كانت هتكمل عادي، اكيد هكمل. بس تمام. انا لا انجابي إذن يعني، إذن انا اصلا هذا الكوكب محدش ضامن عمره، مش عايز اجيب فيه اطفال، محدش ضامن عمره. انا ده عناوين يعني، انا هقطع شرايين. انا هجيب لك دكتور يسري، عمرو يسري، لان انت الموضوع عندك تاني، موضوع تاني خالص. انا هقول لك حاجه كده، انت عندك مشاكل حصلت ليك من تجارب معينه نفسيه اثرت على حبك للحياه. انا مش قصدي حاجه والله، في تروما، في تروما. اربع من خلال 4 سنين بقى عندي كلب وجاب من عن طريق الصدفه. لما جبت له البنت بتاعته لما وهي بتولد انا قاعد بعيط،
فهو قالوا لي هو وما انت لو اتجوزت هتعمل ايه لما انت كلبتك بتولد قاعد بترتعش؟ فقلت احمد انت عندك شعور بالمسؤوليه بزياده لدرجه ان انت رفضت انك تخوض تجربه وتفشل اصلا. فده تحليل احد اصدقائي لما شاف موقفي من حيوان. فانا مش متخيل نفسي ان انا عندي مسؤوليه تجاه طفل اصلا بعيدا عن مدى جديه امه في العلاقه. انت احنا بنتكلم الاول على مسؤوليه تجاه واحده ست الاول قبل ما انا بقول مدى مسؤوليه جديه امه في العلاقه بعيدا عن الفلوس. انا طب الحمد هو لله مرتاح. الزواج ما هو مديلك باب او مديلك مخرج يعني حتى عليك. يا اخي على سبيل التجربه لا ليه اجرب في حياه انسان ليه؟ بس سبت القعده مستنيه 11 سنه. لا يا فندم الجزمه ده يعني غيرها بس مشاعر الانسان. هو انت بس او حضرتك بس اللي بتجرب؟ ما هي برضو بتجرب يعني هي حره يعني في حياتها. يعني هو الموضوع مش من مش تجربه اصلا. مش تجربه. انا مش قصدي يعني مش نسمع هو مش طرف واحد. حضرتك مش مسؤول لوحدك يعني. لو انا افترضنا ان احنا جبنا اتنين يتجوزوا واحد هو مسؤول تمام المسؤوليه واحده غير مسؤوله الجوازه دي هتفشل. طب واحده تانية فانيه حياتها عشان جوزها واولادها وهو خالص دماغه مش موجوده في الموضوع وما بيتعبش نفسه وما بيغيرش من نفسه في الاخر برضو الجوازه دي هتفشل. هو انا قلت حاجتين مهمتين ما اعرفش هم ايه وعندي فضول قبل ما نشوف راي الجمهور. هو سبب الفوبيا في راي الفوبيا اللي عند حضرتك وبعض الشباب التاخير الجواز لا التعود 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 الكتير هو بس قال حاجتين مهمين جدا عايزه تلاقي تبص على التريك. هو قال حاجتين مهمين جدا. الحاجه الاولى هو انه بيقول انا كنت مؤمن بالحب التيتانيك والكلام ده فدي اول نقطه انا فهمتها من الكلام. على فكره دارس صحه نفسيه ومراتي دكتوراه في صحه نفسيه ومعايا دبلوم علم نفس. طيب فارس لفارس بقى في حلقه لوحده. فدي اول نقطه ان ده فهم يعني مش عايز اقول قصر فهم او عدم وعي بال يعني فهم مبسط جدا لفكره الزواج. هو احنا مش بنتجوز عشان نحب بس. الجواز اشمل واعم من كده بكتير. فدي اول تخوف بالنسبه له. تاني حاجه وهي دي بقى الاهم لو احنا عايزين نقول هو ليه الشباب بيتاخروا في الجواز مش عشان القايمه هو بيتاخروا في الزواج عشان المسؤوليه. هو في ناس كتير بتخاف من المسؤوليه او ناس كتير مش عارفه هتبقى قد المسؤوليه دي ولا لا. ففي واحد زي الدكتور محمد ما شاء الله اتربى على المسؤوليه فهو عارف هو فيها كمان تحمل المسؤوليه خايف المسؤوليه. طب وانت مش هتحترميني كراجل لما اقول لك يا هبه انا مش قد مسؤوليتك ومش قد العلاقه دي عشان انت عارف الزواج في حقك شرعا عشان ما اذيكيش مش هبقى محترم وجهه نظرك عارف لو انت قلت كده احنا كده متفقين جدا جدا. طب وانت قلت كده لو انت قلت الكلام ده الزواج شرعا في حقك حرام مشكله او مباح. المشكله ما بيقولش كده الشيخ محمد بيقول لك ايه انت تستاهلي واحد احسن مني انا مش مكون. لا لا انا بكلمك بصراحه. طب بص انا هقول لك حاجه انا بحترم جدا صراحتك واحنا معانا كمان عملنا تقرير من راي الشارع عن الموضوع بس هقول لكم حاجه صغيره كده هتفرح قلب كل البنات في مصر. جات لنا من السودان عبيرو لو انا بنطق الاسم صح بتقول لك احنا في السودان ما عندناش قايمه انما كل حاجه في البيت من الابره للصاروخ على حساب الزوج. شوف التقرير. الله ليه الرجالة بتخاف من فكرة الجواز أو بتخاف من الجواز؟ رجالة ما بتخافش. رجالة بتتجوز وبترمي وخلاص وبتريح دماغ. المسؤولية رقم واحد. وفي بنات برضو بيخافوا من الطلاق وبعد الطلاق يبقى معهم أولاد ما يقدروش يتحملوا مسؤولية ده كده. شباب كتير مش عايزين يتجوزوا عشان ما عندهمش مسؤولية. عدم مسؤولية. هل الراجل يعني لما بيحصل طلاق بيتأثر زيه زي الست ولا لا؟ طبعا ده اكيد. لا طبعا ما بيتأثرش. هو مش على باله اي حاجة. هما الاتنين بيتأثروا اول حاجة عشان الاولاد تاني حاجة المعيشة. لو بينهم اطفال طبعا بيتأثر لان الطفل ده يعتبر بالنسبة للشعب المصري عامة تمام الطفل ده هو النبتة اللي طالعة. لا ما بتأثرش. اللي ملاحظينه دلوقتي ان معظم الستات مش فارق معاها الموضوع الطلاق. الراجل بيبقى اكتر اللود عليه اكتر بالنسبه ان هو بيبقى مسؤول عن الاسره بيبقى مسؤول مسؤوليه كامله. طب يعني احنا شفنا اراء تخوف وفي اراء تخض وفي اراء يعني منطقيه وعقلانيه. ايه رايكم في رجاله غير محايده في التقرير ده؟ هو انت ضد كل حاجه؟ لا عشان على الاغلب بحكم مهنتي الاعلاميه اللي عاملاها بنت. طب حضرتك ما بيجي لك حالات طلاق بقى مش جواز يعني بحكم خبرتك والسنين اللي انت اشتغلت فيها المهنه دي بتشوف عمرهم ما بيبقوا سبب الطلاق القايمه. ما بزناش بكلم على القايمه سبب الطلاق الحقيقي وفشل الجواز وهذه المؤسسه المقدسه اللي ربنا يعني شرعها لنا. المتكرر ايه سبب المتكرر دايما في الطلاق؟ انا اقول لك اجابه قاطعه. احنا من سنه 2011 تحديدا لغايه النهارده هو سبب الطلاق تقريبا يعني الوحيد يا اما الراجل مش مسؤول مش مقدر قيمه الحياه الزوجيه دي مش فاهم يعني ايه بيت
مش مسؤول من كل حاجه، من ناحيه ماديه او من ناحيه عاطفيه او من ناحيه وعي ان لازم يكون في فلكسبيليتي في الموضوع. يا اما الراجل مش مسؤول، يا اما الست عندها تطلعات زياده عن اللازم، فهمها غلط. مش زياده، فهمها غلط. طب قول لنا ايه اللي احنا يعني بنفهمه غلط؟ او السوشيال ميديا دايما بتصدر الجزء اللي انا عايز اصدره. فتدخل واحده على السوشيال تلاقي محمد النهارده هو ومراته مش عارف فين بيتعشوا، دكتور محمد النهارده هو وولاده في الساحل بيصيفوا، استاذ محمد مش عارف فين، واحمد قاعد لوحده. احمد قاعد لوحده، ده اللي بيصبرها، ده اللي بيخليها قاعد لوحدك بمزاجك. احنا بنتحايل عليك من بدري. لا لا خلاص، هتبدا تبص طول ما هي ماشيه كده في التايم لاين كده وماشيه كده، تبدا تلاقي نفسها ايه، طب انا ليه مش كده، طب انا ليه مش كده، مش كده. لا انت مش عارف ورا الصوره دي ايه. ده 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 فلان ده عامل مصيبه فبيتصالحوا في المطعم. تطلعاتها زياده دي هي اللي بتضيع الدنيا وبتضيع الجواز. فدايما العامل المشترك بين النساء في الفتره دي هو عدم الرضا والتطلع الزياده المبالغ فيه الخاطئ، وعدم المسؤوليه من الراجل والوعي بيعني ايه اسره، والحفاظ على الاسره دي، وان هو رب الاسره دي. يعني ايه؟ يعني كلبش في الاسره دي بايديك واسنانك، دي حافظ عليها مسؤوليته. طب انا عايز اسالك سؤال. اكيد انه في بعض المرات كان في مثلا كاتب كتاب بيبوظ عشان اي تجاوز حصل من الطرفين وخصوصا الاهل، وانت حاولت ان انت تلم الشمل مره تانية وتدخلت انت بشكل شخصي، او انه في طلاق مثلا جالك اتنين عايزين يطلقوا فانت دخلت واصلحت فعلا وهم رجعوا عن قرارهم، فانت كده انقذت اسره ان هي تقع او تنهار. كتير كتير حصل، يعني ابرز المواقف حصل في كاتب كتاب واحنا قاعدين. المؤخر كام؟ المؤخر مثلا 30، لا احنا متفقين على 15. فكان ردود افعال الزوج فيها يعني كانت طف شويه، يعني ايه لا والله مش عاجبكم. فانا بدات اولا لازم هنا يظهر حد من العقلاء من الاسرتين. فللاسف كان الناحيه اللي هنا بترد بنفس الطريقه وبنفس الطريقه، فانا بدات اتدخل وبدات اشيك الكلام بتاعه واعرضه بطريقه احسن شويه واستقبل من الناس وامتص طريقتهم شويه، لغايه في الاخر هم وصلوا للرقم متوسط ان هو 2 والجوازه مشيت يعني. فده بيتكلم محمد بقى عشان محمد يهدي الدنيا. كل ما شاء الله صراحه كل المأذين بتبذل قصارى جهدهم في ان هم يصالحوا، ده بيبقى مسؤوليه علينا يصالحوا الزوج والزوجه قبل ما يحصل انفصال. ولو حصل حاجه في الجواز بتعملوا كده؟ بنعمل كده جدا. ساعات والله انا شفت حادثه طلاق، بس في مأذون نستعوض ربنا بس الفلوس بتاعت الطلاق. لا هو كان عنده زباين كتير في المكتب والله بعيني شفتها، قال لهم طب اتطلقوا دلوقتي وبعدين نبقى نتكلم بعدين. تخيلوا انا زعلت قوي. ده مادي لكاتب ايمن لازم فيها اصلاح. عايزه ارجع للاستاذ محمد، وفي تعليق من على الصفحه محمد حداد برضو زعلان ان احنا ما بنقولش تعليقه، بيقول فكره القايمه هي اول مؤشر على فشل الجوازه. حضرتك شايف كده انه ممكن تكون هي مش سبب فشل؟ وليه احيانا بتكون هي سبب الفشل؟ ما هو ده ديبند بقى على الراجل، هو يعني انت عايز ايه وانت بتخاف على اسرتك دي، وانت حابب البيت ده ولا مش حابه. دي نمره واحد. نمره اتنين، انت تعبت في البيت ده ولا ما تعبتش فيه. انا لما بتعب في حاجه انا جايبها بخاف عليها بقدر عليها. النهارده اللي بيحصل من المشاكل ان الشباب الصغير دلوقتي معتمد على اهله اعتماد كلي وجزئي. طيب يفتح عليك. فخلاص بقى يعني الاهل بيدفعوا المهر، بيجيبوا الشقه، بيجيبوا العفش، بيجيبوا الشبكه، هو خلاص مش تعبان في حاجه، مش تعبان في حاجه، وبالتالي مش عارف يحافظ عليها بالظبط. فبقت الموضوع سهل بالنسبه له. لكن انا لما بكون شغال وبحوش وبعمل جمعيه او وات ايفر، انا اشتغلت ازاي وحوشت ازاي وبنيت الاسره دي وتعبت فيها، هحافظ على البيت ده. الى جانب ان الموضوع جه بالسهل، فاللي بيجي بالسهل بيروح بالسهل. بس الى جانب ان انا بحافظ على الزوجه اللي معايا لان هي زي اختي زي امي، فاللي انا مش هقبله عليها مش هقبله على والدتي وعلى اختي ولا على بنتي. دي بقى الاصول اللي حضرتك بتتكلم فيها زي برضو الدكتور وزي بالظبط شيخنا الكريم وزي حضرتك. بس هنا مثلا في حد بيقول مراد الحيني او الهيني، في حاجه بتخلي الراجل حتى لو مسؤول ومقدر قيمه الجواز اما يحس ان اللي قدامه اهم حاجه عنده طول الوقت، ان هو هيدفع كام وهيدفع ايه وهيديها قد ايه، اللي هي نفس نظريه
كلامك يا استاذ احمد اللي انا سمعتها منك، انا حاسه ان ازمتك مش عاطفيه. انا ازمتك ان انت حاسس ان انت يعني لا خالص، انا مش فاهمه لغايه دلوقتي مش عاوز تتجوز ليه، يعني مش خايف من المسؤوليه ولا خايف من الفشل ولا الباك جراوند عندي انا كشخص الباك جراوند العائلي مش لطيف جدا. ممكن تشرحه لنا بالراحه عشان والدي من جنسيه الجمهور نفسه بيسال انت مش متجوز ليه؟ والدي من جنسيه، والدتي من جنسيه، وجوازتهم دخل فيها رؤساء جمهوريات وسفراء علشان العيله العيلتين دبلوماسيين. يعني خلينا نقول ناس كلاس كان طلاق ناس صعب. ناس كلاس مش عندهم ما عندهمش مشاكل ماديه. طب وقصه الحب العنيفه دي ما كملتش سنتين فبالتالي وبعد كده بقت مشتت ما بين دوله ودوله والى اخره، وطلبات الماديه كمان فوق ده كله ولا اي حاجه. والدتي سابت كل حاجه وهي مصريه، يعني مصر هي الدوله الوحيده اللي بتعتمد القايمه على فكره، باقي الدول العربيه ما فيهاش الكلام ده ومش عايزه اي حاجه. ما هو يمكن باقي الدول العربيه ممكن عشان زي ما شفنا في السودان كده، يا ست بتروح بشنطه هدوم ساعات ما بتروحش حتى بشنطه هدوم، هو بيجيب لها القايمه موجوده في مصر. بس لو كل واحد والده ووالدته انفصل وهو هيتعقد مش هيتجوز هيبقى عندنا مشكله. عايزه اروح بس الاستاذ محمد مره ثانيه، انه يعني كتير قوي من الطلقات بنسمع عنها، عايز اعرف معدل الاعمار، الفئه العمريه الاكثر اللي بتجيلك مقبله قوي على الطلاق. طيب هو الطلاق غالبا بيكون يعني بنسبه مثلا نقول مثلا 65% او 70% بيكون في اول 5 سنين، ده بالنسبه ده نسبه الطلاق هو امتى في انهي وقت. وغالبا بنفس النسبه بيكون للي عندهم 20 22 23، اللي هم لسه في مرحله الشباب والتسرع في اتخاذ القرارات. مع زي ما استاذ محمد قال كده، والده اللي جايب له الشقه واللي فارشها له واللي هو ما تعبش مع سن الطيش في التسرع في القرارات وما تعبش في الحياه دي ما بناهاش يعني. فدايما بيكون في الفتره العمريه الشباب يعني، وبيكون في اول من سنه ل5 سنين. لكن هل معنى كده ان مفيش طلاق بعد 20 سنه؟ بيحصل بعد 15 سنه بيحصل، لكن انا بتكلم في الاعم الاغلب يعني. النسبه الاكبر بتحصل النسبه الاول كام سنه جواز؟ 12%. انا اسف حسب تعبئه والاحصاء 12% في اول سنه من حالات الطلاق. طب حالات الطلاق في مصر قد ايه؟ عشان لو بتشتغل على الكلام ده ربنا يرزقك. 28 لا مش عايز، لا انا مش عايز ربنا يرزقني من كده، انا عايز الناس كلها. 28% طلاق. هو انا يعني يكفينا ان احنا خرجنا من هنا على الاقل معلومه مهمه او معلومتين الحقيقه بعد يعني، وكل الشكر ليكم. اول حاجه ان اغلب حالات الطلاق بقت بتحصل نتيجه ان للاسف الزوج مش مسؤول، او الزوجه مش عايشه على ارض الواقع وتطلعاتها ازيد من اللازم، بتبص على السوشيال ميديا على انه واقع. احنا كده المسؤوليه بتقع على الجانبين، مفيش راجل بيتسبب بالطلاق اكتر ولا الست اكتر. هل مفيش اسباب تانية؟ في اسباب تانية لكن نتكلم في المهم. السبب التاني اللي هو برده ممكن ما يكونش بيشجع على الجواز من كتر الطلاق، ان فعلا يا جماعه ارجوكم مش لازم نجوز ابننا وبنتنا واحنا جايبين كل حاجه. لو الراجل او الولد والبنت جابوا على قدهم بامكاناتهم هم من غير ما يكتبوا قايمه، جايبين على قدهم هم بيفكروا ويخشوا بنيه حلوه، هنلغي القايمه وهنلغي الطلبات المغالاه فيها، بس الاثنين هيبقوا تعبوا على الجوازه ودفعوا فيها ومختارين بعض عن اقتناع، والاهالي بيدوهم النصيحه واقفين في ظهرهم، ساعتها يمكن حل كتير. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايسرهن مهورا اكثرهن بركه. الله احنا بس ايه احلى حاجه نختم بيها. وقبل ما نختم بقى انا برضو انا عايز اقول ايه، ما تبصليش فمن رغب عن سنتي فليس مني يعني. الله. هو انا هتجاوز، احنا ممكن اقول بس حاجه ممكن استغله قاطع انا بس للاسف انت جاي تاني معانا ان شاء الله. لا هقول لكم بس كلمه اعملوا عليها حلقه ثانيه بقى استاذ محمد. انا اسف جدا، انا بس اسمعني يعني. انا والله انا متفائله لك. لا خالص انا اسف، انا اللي هجوزه، انا اللي هجوزه. دكتور محمد عبد المجيد طبيب الاسره، اللي احنا برضو مره نتكلم موضوع طبيب الاسره تخصص جديد نتكلم فيه مره ارجوك، والاستاذ محمد علي اشكرك على رايك الجميل ونصيحه الجميله، وطبعا الاستاذ المأذون استاذ محمد ابراهيم بشكرك على كلامك الجميل. أشكركم. واكيد برده الاستاذ احمد علاء الدين زميلنا اللي هيجي تاني واقنعناه بموضوع الجواز وما يخافش وياخد التجربه. لا انا عايز اقول لكم الحلقه الجايه معاناه الراجل السنجل ايه، عشان الست لما بتعاني معاناه الراجل السنجل بتبقى مظلومه مجتمعيا. انت جاي تتكلم دلوقتي عمال اقول لك من اول الحلقه اقول لك تعالى احكي تعالى احكي هاف تايم نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا وفقراتنا بعد الفاصل. اشكركم نورتونا.